البدايه ما كانتش احسن حاجه يعني، احنا واخدين الفريق اول 8 مباريات 4 بونت، كانت ناس سابقانا كتير قوي، لكن يعني انا بهدي المكسب دوت لمجلس الاداره اللي هو جه ودعم، واللعيبه اللي تعبت معانا وعملت موسم صعب قوي الدور الثاني بالذات. هو المكسب ده لعبنا في الدوري، الماتش ده بالنسبه لنا حياه وموت، لان احنا مسافرين اسوان الماتش الجاي، فكنا عاوزين نروح مش محتاجين اي حاجه ولا نقطه ولا اي حاجه. الحمد لله مركزين في الماتش من امبارح، من اول الاسبوع كمان الاداره واقفه معانا الحمد لله، يعني بتدعمنا مادي ومعنوي، الحمد لله ربنا كرمنا. مش عايز اقول لك هي مش تكتيكيه من الدرجه الاولى، هي ممكن تبقى تكتيكيه من الناحيه الدفاعيه يعني، لكن في الناحيه الهجوميه الفرقتين ما قدموش المطلوب، وما قدموش الفرق يعني بصراحه بكل امانه فرقتين ما يستحقش حد يكسب في الفرقتين يعني. مباراه كبيره مع فريق كبير، وان شاء الله باذن الله انت ما قدامكش الا حل واحد اللي هو المكسب ان شاء الله عشان تعدي الازمه دي. طبعا النتائج النهارده شبه مساعده شويه، ولكن انا بتكلم في اللي انت ما قدامكش دلوقتي الا حاجه واحده بس، اللي انت لازم المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله تخطيها. الحمد لله رب العالمين، اللعيبه ادت اللي عليها، احنا جايين سفر طويل، فضل الله علينا ان احنا ركزنا النهارده لان كانت مباراه بالنسبه لنا عنق زجاجه. الحمد لله رب العالمين، لعبنا واللعيبه ادت وعملت اللي عليها، ربنا كلل المجهود بالفوز الحمد لله. فرقه المدينه فرقه محترمه وجهاز فني محترم، النهارده ربنا يعني كلل مجهودنا ب3 بونت الحمد لله. كان النهارده اللي ساعدني النهارده ان المكسب كان اداء ونتيجه، وانا قلت لهم انتوا اتظلمتوا الفتره اللي فاتت، اعتقد ان هم بس يعني تداخل الاخطاء متاخر. مبارك للعيبه الرجاله اللي معايا على المكسب النهارده، ومكسب على فريق محترم زي بترول اسيوط، يعني مش اي مكسب يعني. القصه طبعا زي ما حضرتك عارف لسه ما خلصتش، نتمنى التوفيق في الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. والامور صعبه جايه السنه دي يعني، والله خيال صعبه يعني، انت عارف احنا بنلعب الموسم كله بره ملعب، يعني الماتش ده المفروض كان يبقى على ملعب. بحمد الله وبشكر فضله على المكسب المهم ده، مكسب كبير على فريق محترم، فريق البترول اسم فريق كبير في الصعيد، عامل موسم كويس، من احسن الفرق اللي ادت كوره في الموسم ده.